من جانبه أكد سفير أرمينيا لدى القاهرة هاراتشيا بولاديان أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا بشكل خاص وإلى المنطقة بشكل عام. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري وصف السفير الأرميني لدى القاهرة زيارة الرئيس السيسي إلى يريفان بالتاريخية، مشيرا إلى أنها تعطي دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين. طبعا الزيارة مهمة جدا بشكل عام إلى المنطقة ولأرمينيا. ممكن أنا أوصف الزيارة كزيارة تاريخية لأنه تعطي الدفعة قوية سوف تعطي الدفعة قوية لعلاقاتنا الثنائية في المستقبل، ويؤشر على مستوى علاقاتنا اللي موجودة حاليا بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا.